يا واثق. السلام عليكم يا واثق. وعليكم السلام يا شيخ عبد الحي. معنا حلقة ذكر في المسجد بعد صلاة المغرب، أتمنى حضورك. أشتي أجي بس يمكن ما يرضيش، بكلم أبي عشان أجي. ليش أنت كذا مش واثق من نفسك؟ القصة وما فيها يا شيخ عبد الحي. يتذكر طفولته. يا بابا اشتري لي هذه اللعبة. لا ما بشتري كل اللعبة، بشتري كل اللعبة هذه. يا بابا اشتري هذه اللعبة. هيا اسمع، ما في لعبة مش البيت. ما اشتري لي قلم البرازيل. لا ابني بشتري لك قميص عشان تلبسه يوم الجمعة. ما اشتري القلم عشان بلعب فيه كبة زي اصحابي. القميص انا القميص يا واجه. يا با ما دام خلصت تاسع اشتي ادخل معاد مهني. ايش تتهابل يا ابني؟ عاد انا شيك تكون مهندس ولا دكتور بتطلع لي سمكري؟ لا يما الله يخليك، نفسي اكون ميكانيكي سيارات. ايش اخرتك بتكون سمكري؟ انت مش اقامي من قارنا جمال، بتدخل ثانويه بالغصب. هذه قصتي اللي ما لقيت ليش حل. يا بني ما في مشكله ما لها حل. يا شيخ انا دائما متردد، ما اعرفش اخذ قرار في حياتي ايا كان كبير او صغير. لا تقلق يا واثق، ان شاء الله سنجد الحل. طيب ايش اعمل؟ حاول يا بني ان تقنع والديك بالتي هي احسن. قال تعالى ادفع بالتي هي احسن، صدق الله العظيم. كيف يا شيخ، انا وابي وامي ما يسمعوا لي ايش رايي ولا يفهمونا، يفرضوا علي ارائهم. لا يا واثق، لابد ان يكون لك راي دافع عن رايك ولا تياس. كلامك يا شيخ شجعنا واعطانا ثقه بنفسي، وانا اوعدك ان اقنع ابي وامي بالتي هي احسن. احسنت يا واثق. حاول واثق ان يقنع ابوه ولكن لم يستجب له، وفرض عليه رأيه وأدخله الثانوية. بس عجبك، فشل، دمرتنا وحطمت مستقبلي. أنت فشلت بسبب عنادك وهمالك، مش بالدراسة وبس، أنت عودتنا من صغري تفرض رأيك علي وتحرمنا من حريتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وما هي أخبار ولدك واثق؟ أنا قد أصاب في الثانوية العامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف حصل هذا؟ هذا اللي حصل. أنت السبب. إيش تقول؟ نعم، لقد جنيت على ابنك لو أنك عرفت قدرة ابنك ما أدخلته الثانوية، وكان يتمنى أن يدرس في المعهد المهني، لقد حطمت آماله، اتق الله في ابنك، لأنه أمانة عندك. صدقت يا شيخ، خلاص من بكرة بروح سجل ابني في المعهد المهني.